السيدة سوزان الرملاوي عندها فريق بحث وتطوير قوي جداً في مصنع الشوكولاتة لابتكار المنتجات الجديدة، وأبرزها حالياً شوكولاتة لمرضى السكر، بيشتغلوا عليها وقريب جداً هينتجوها، وكمان دايماً بيطوروا في مواد التعبئة والتغليف عشان تتناسب مع جودة الشوكولاتة اللي بيقدموها للسوق المحلي والعالمي. تعالوا نتعرف على منتجاتها. سيدة سوزان الرملاوي، قبل ما نتكلم على منتجاتنا، ما شاء الله منتجات عديدة جدا وكل منتج ليه مناسبته في العالم كله. الدراسات بتقول ان الجيل الثالث دايما في اي عائلة او اي فاميلي بيزنس هو اللي ما بيقدرش يحافظ على البيزنس ده. احنا النهاردة مجموعة كبيرة جدا، سالي سكري، ازاي قدرنا نربي الجيل الثالث اللي هم احفادنا على الحفاظ على البيزنس ده؟ هي مش سهلة. انا الاول ابتديت مع اولادي، خليت ولادي مثلا، انا كنا في الكويت، وقت ما كنت ساعات ابقى طالعه مثلا اعمل عمره انا وبابا، يا ولاد اقفوا، فهم ابتدوا يحسوا انه في حاجه. هم كلهم كانوا في المدارس لسه بيقفوا، بتنمي المسؤوليه بالظبط منهم فيهم هم، فهم اتعلموا دي. وبعدين عمري ما اجبرت على حد يعمل حاجه بالعافيه، دايما خلي اختيارات هو اللي يختار، بس انت بتديله الستيب ازاي يختار. فهو لما بيختار، يعني جاي انا عمري ما قلت لحازم لا احنا لازم نعمل محلات باتشيري في مصر ولا الكلام ده. انا لو انا قلت لك انه ابني ده كان بيوقف يشيل مع العمال، قال لك انقل الحكايه دي لولادي. انت بتدي الستيب الاولى لولادك وهم اللي بينقلوها لولادهم. اشرح لنا بقى ايه الحلاوه دي، ايه المنتجات دي. أنا عايز أوري بس الناس مهارة حضرتك في إن كل مناسبة ليها شكل بتنزلي بيه، يعني حاجة زي كده، منتج زي ده، مج ومعاه شوكولاتة بار وشوكولاتة مش عارف قلب وكلمة لاف، دي بتنزل في موسم إيه بقى؟ ده موسم الحب مثلا، عيد الحب؟ عيد الحب. في عيد الحب؟ آه. في حاجات تانية ممكن؟ آه طبعًا، في حاجات كتير أهي، أي لاف يو جي. القلوب دي برضو؟ والقلوب دي بنعملها صغيرة، أي لاف يو جي، دي حاجة صغيرة برضو. ممكن مش لازم اعود انه اللي هيجيب هديه لازم يجيب هديه كبيره وغاليه لا دي حاجه كويسه قوي. اه طبعا، واحد خطيبته جاب لها دي خلاص بقت طايره في السما. اه فهو كده، دي اللي قلنا اللي فيها كذا فليفر صح كده، علبه شوكولاته دي. ايوه. ودي كنا بنستوردها من بره صح؟ ايوه، كانت بتجي لنا شركات عالميه. عالميه صح، عملناها في مصر، نزلت نفس التكلفه ولا اقل؟ اقل طبعا. اقل مش كده برضه؟ أيوة. يعني احنا لو صنعنا الشوكولاته دي في مصر. ايوه، وخصوصا ان احنا بقى عندنا حد بيصنع لنا العلب دي كمان هنا. فالعلبه من هنا دي ممكن لو مستورده تعدي ال 1000 جنيه علبه زي دي. ايوه دي 1000 جنيه. انتوا بتبيعوها بكام بقى؟ دي كانت في السوبر ماركت محطوط عليها 1000 جنيه. احنا بقى بالشوكولاته بتاعتنا وتصنيعنا احنا عشان متل. لكن لو في كرتون حطينا ب 500، احنا دي متل وب 500 جنيه. خلينا نتكلم على منتج زي ده، ايه ده بقى؟ ده برضو الفالنتاين، ده انت بتنزلي الفالنتاين بمجموعة. طبعا. احنا مثلا بنختار ان احنا هنعمل فالنتاين 10 ايتمز، فاحنا بنبتدي نعمل التجارب بتاعة الفالنتاين ده، هنحط فيه ايه، بنطبعها هنا، بس لازم بعد ما نحط نبعتها الديزاينر بتاعنا يعمل لنا الديزاين اللي الطباعة اللي بتبقى جهيا، وبعدين نبتدي بقى نعملها ونحط فيها كذا وكذا. الورد ده هو مع الكلام ده لقينا حد هنا بيعمله حلو قوي، فبيديك منظر حلو. قلم، نوت بوك، شوكولاتة الاسبريد. طبعا كلها حاجات زي ما قلنا من انتاجنا، شوكولاتة الاسبريد دي صح كده؟ الاسبريد دي طبعا احنا ده شغلنا. بس احنا مغيرين البرطمان ده عن البرطمان اللي بينزل في الفروع كلها. عشان ده خاص بالهدية دي. ده خاص بالهدية. اقول لك بقى المنتج اللي عجبني جدا، وده بتاع بقى البنات السبع سنين والثمان سنين. أيوة. والست سنين، الشنطة طبعا. الشنطة دي دي شنطة عبقرية، بتتفتح كده تلاقي 2 بار شوكولاتة صح كده؟ ايوه. ايه الحلاوه دي؟ هو كده افكار بقى، يعني دي تتحط جنب الكاشير. ما احنا بنحطها جنب الكاشير. ودي احنا عليها ستاند. اتورط فيها اللي يدخل. على فكره دي ليها ستاند كمان، يعني احنا بنقعد الستاند ده مش كده؟ ده دي ليها ستاند تاني بتقف كلها عشان تتشاف. الحاجه انت لما تدخل الفرع وتشوفها غير لما تبقى مركونه في حته
احنا ساعات بننزل نفتش على الفروع في رص الحاجه.